أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وهام جدا. إذا اللي دخل باش يتفرج في الفيديو ماذا بينا يعمل لايك للفيديو لدعمي لتقديم الأفضل وتقديم الحصري والجديد. وبالنسبة للي دخل معنا جديد في القناة ماذا بينا يعمل اشتراك في القناة ويفعل زر الجرس باش توصلوا نوتيفيكاسيون لكل خبر انهبطوه. إذا فضيحة محكمة لاهاي، محمد علي العروي قبض $1,000,000 من الشيخة موزة مقابل شهادة زور تبرأ علي العريض من أحداث الرش في سليانة. إذن التفاصيل، كيف حصل الخائن العميل محمد علي العروي $1,000,000 من دويلة قطر؟ إذن هذا ملف ثاني على شخص محمد علي العروي، سنثبته اليوم بالدلائل والوثائق. إذن بعد أحداث الرش بسليانة قامت جهات حقوقية عديدة برفع قضايا ضد وزير الداخلية المجرم علي العريض، مما اضطر هذا الأخير للوصول أمام محكمة الجنايات بلاهاي، وكان قاب قوسين أو أدنى من الإدانة. ولكل أحد المرتزقة والخونة بوزارة الداخلية، أنقذ المجرم علي العريض من الإدانة المحققة. ولذا نرى بشرى الشابي ومعشر بني خوانج يدافعون عن الخائن العروي اليوم. وحسب مصدر أمني خاص، فإن دولة قطر دخلت على الخط، وذلك بتعليمات من الشيخ موزة شخصيا، حيث أبرمت المخابرات القطرية لقاء مع المرتزق محمد علي العروي وطلبت منه الإدلاء بشهادة تبرأ علي العريض من أحداث الرش في سليانة في مقابل الحصول على مبلغ قدره $1,000,000 أمريكي. وكان للشيخة موزة ما أرادته، وقبل العروي عرض دويلة قطر للحصول على $1,000,000 مقابل تقديم شهادة زائفة كاذبة في محكمة الجنايات الدولية تبرأ المجرم علي العريض من جريمة أحداث الرش في سليانة، وهو ما حدث فعلا. وتم تبرئة العريض في ملف الرش في لاهاي. هذا من أرشيف العملاء والخونة. محمد علي العروي الذي كون ثروة وأصبح رئيس جمعية أرجيش بالموازاة مع ذلك أخيه الكناطري، يضحى ملياردير ويكون عصابة من المرتزقة كعصابة الإخوة الحاج منصور، ويكتري مجموعة من الصفحات الفيسبوكية لتهتك شرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، وتعمل جاهدة على تعطيل مسار 25 جويلية. لكن هيهات يا شعب تونس العظيم، ها نحن نعري لكم الخونة والمرتزقة وأنتم عليكم اليقظة. شعبنا في سليانة على العهد بقونا، العروي والعريض وعصابة الشاهد ومعاذ الغنوشي، سوف نكشف ملفاتهم في فيديوهات قادمة. جديد بالوثائق، حقيقة القاضي الفاسد بشير المطوي الفاتق الناطق في الوكالة العامة بوزارة العدل وسبب خرابها. إذا حصريا القاضي الفاسد بشير المطوي يعود لمكتب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بعد أن طرد منها شر طرده بالوثائق. إذا القاضي المرتشي بشير المطوي الذي يشغل خطة وكيل عام بمحكمة الاستئناف بتونس خلفا للمعفى أبو بكر الجريدي، فساده فاق كل الحدود. بشير المطوي أصبح بقدرة قادر وبفضل علاقات مع أشخاص غير صادقين من أقرب المقربين من رئيس الجمهورية قيس سعيد. وبعد طرد بشير المطوي من مكتب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس وغلق المكتب في وجهه بالمفاتيح، ها هو يعود لذلك المكتب مرفوع الرأس متباهيا بتقربه من رئيس الجمهورية قيس سعيد، ويقول لزملائه إنه من جماعة الرئيس ومن قضاة 25 جويلية. نحن لا نكترث فقط على القضاة الإخوانجية، وإنما نعري ونفضح كل القضاة المجرمين في حق الشعب والوطن، حتى وإن كانوا من عائلة قيس سعيد لا من المقربين له فقط. إننا نعلم أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يقبل بالفساد حتى وإن كان مصدره ابنه أو زوجته. وثائق صادمة كما تلاحظون على الشاشة تتعلق بالقاضي بشير المطوي، احتوت على امتلاكه لعقارات فخمة وفي مواقع ممتازة
موضوع رسم عقاري بين مدينتي سوسة وأريانة. من الرسم عدد 120,353 سهلول، والرسم عدد 115,331 سوسة، وصولا إلى الرسم عدد 13,737 سكرة، والرسم عدد 14,693 أريانة، والرسم عدد 69,575 أريانة، والرسم عدد 37,552 أريانة. رسوم لعقارات باهظة الثمن تم تداولها بأثمان مخفضة للتهرب الجبائي خصوصا وأن معاليم التسجيل مرتفعة ولا تشجع على التصريح بالقيمة الحقيقية للعقارات. موضوع الإحالة، بويعات بمبالغ مالية ضخمة تتراوح بين من 55,000 دينار إلى أكثر من 600,000 دينار، وبمبالغ تداول جملي يفوق 1.5 مليون دينار. وإذا افترضنا أن بشير المطوي قد صرح بالمبالغ الحقيقية للعقارات التي باعها أو اشتراها أو ورثها عن أصهاره، فإننا نستغرب كيف له ذلك وهو المنحدر من عائلة متوسطة لا أملاك لها. بشير المطوي وزوجته العون في وزارة الصحة يملكان شقق وعقارات بمئات الملايين بسوسة وحي الرياض سوسة. في الرسم العقاري 115,331، والرسم العقاري 120,353، ويملكان شقتين بسكرة. بالرسم العقاري 13,737، كما يملكان أراضي بأريانا. في الرسم العقاري 14,693، وهو تقسيم كبير تعد قيمته بالمليارات، حيث يجب للتثبت من ذلك بالرجوع إلى الرسم العقاري 14,693، كما يملكان شقة بأريانا. موضوع الرسم العقاري عدد 37,552، أسندها في إطار هبة لابنته، وصرح بقيمة البعض من ثمنها في حدود 160,000 دينار، وبعد 10 أشهر استرجعها منها بنفس المبلغ. شركة عقارات البركة رأس مالها 250,000 دينار، ومقر هذه الشركة البركة في نهج شارديغال تونس، وهي متكونة من عصابة مضاربين يستعملهم القاضي المذكور واجهة في معاملات شركة مدينة البركة التي لا يتعدى رأس مالها 250,000 دينار، وهم حمد الكسراوي، بشير المطوي، أمال بوسعادة زوجة عون الصحة، سالم بن يدر، محمد بن نور. كما يمتلك عديد العقارات لهذه الشركة، منها عقار بزوز مليارات صرح بقيمتها السورية لدى مصالح الجباية بمبلغ قدره 636,000 دينار فقط، وهو صاحب الرسم العقاري عدد 69,575 بأريانا النصر. كما عنده شركة مع شركاء منهم حمادي القصراوي بتونس عدد 768,144، سالم بن يدر بتونس 334,173، ومحمد بن نور بتونس 513,304، كل ذلك من فضل ربي ليصبح القاضي من عائلة بسيطة باستغلال وظيفته أرشى ملياردارا. القاضي الفاسد بشير المطوي تربطه علاقة صداقة قوية برئيس جمعية الكراتي الذي استولى على أموال عمومية، وفعل بشير المطوي كل ما هو مخالف للقانون لتبرئته، وفي المقابل مكنه من الحزام الأسود في رياضة الكاراتي وهدايا أخرى، كله موثق. فنحن لا نبتلي على أحد، وما زال فوق مكتب المتواضع عشرات الملفات التي سنتولى نشرها تباعا. رئيس الجمهورية يا قيس سعيد، عندما طلبنا بتطهير القضاء وأوكلنا الأمر وكانت ولازالت ثقتنا كبيرة فيك، ليس ذلك لتترك أمثال بشير المطوي ومنصف الكشو وقضاة آخرين فاسدين نشرنا قوائم فيهم كما نشرنا خنارهم وخورهم للشعب التونسي. إذن كان كل هذا. ما لدينا أصدقائي، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، وكذلك دعمي بلايك للفيديو. إلى اللقاء، دمتم في رعاية الله وحفظه.